كان سؤال يعطوه لي 4 5 6 10 مرات بشكل ثاني. انا كان ضغط كبير كبير. وهذه 6 سنوات وصلت لليونان عن طريق تركيا بالبلم عبر واد. البلم اللي قبل منا راحوا في الواد، راحوا تقب وراحوا، وإحنا التانيين تتقب ولكن في الجانب من المحل اللي وصلت فيه بالباص في المحطة. قدمت نفسي للبوليس في الحجز، لا في المخفر ولا في السجن، ما كانش مترجم. قلت فيه 6 شهور على الأوزويس وكل 6 شهور تغيير. قلت هذه خطوة أولى قانونية راح أخذ. ما عرفتش أنني راح نضل 6 سنين مقابلة الأولى. كان المترجم عربي وكانت السيدة اللي مكلفة بملفي وكانوا ساعات كتار. كان سؤال يعطوه لي 4 5 6 10 مرات بشكل ثاني. أنا كان ضغط كبير كبير. كانت كمان السيدة اللي مكلفة بالملف ديالي استهزأت مني كتير، مو يعني كان شكل مخبي يعني، لا بالواضح تضحك تضحك. مرة المقابلة كانت سيئة بالنسبة لي، سيئة جدا. ضليت في الغرفة لوحدي حتى جاني تاني رفض. جاني الأول وكنت نستنى الجواب. لما رحت نسأل لقيت تفاجأت أن عندي ثالث رفض. حياتي الصحية تدهورات كتير كتير، مش شوي كتير. والحالة الاجتماعية ما لحقت نعمل ديك الشي اللي كنت مخططة له، أو لا كله باز. تكون تشوف الدنيا بلون وتولي تشوفها سودة. كنت نروح ولسه سنتر، كنت نروح من لما جيت فيها دروس يونانية وإنجليزية وكمبيوتر وخياطة كمان، أعمال يدوية وفيها كمان الخياطة، وهم يعطون دبلوم خياطة أكاديمية. تجيكم غريبة أني أحكي هيك دبلوم وشغل وأنا 65 سنة، تجي شوية غريبة، ولكن أنا مو أريد أشتغل لأعمل فلوس أو مستقبل أو لا، مشان أعيش يعني نص دوام أو شيء، أعمله مشروع صغير أو بس لأعيش.